الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، عالم الغيب والشهادة، وهو العزيز الحكيم. نحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا، فاللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فما من إنسان يبلغ مرحلة التكليف إلا ويفتح الله له السجل تسجل فيه الملائكة كل ما يقوله ويفعله. انتبه، أنت مراقب من كل جهة، مراقب على قولك وفعلك وسلوكك. ما من كلمة تنطقها وما من قول يخرج من فيك إلا ويسجل في هذا السجل، في هذا الكتاب. قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما من كلمة تقولها تتفوه بها إلا وتطير منك، تنتقل منك إلى السجل فتدون وتكتب. ما من قول وما من لفظ تنطق به يكتب ولا يمحى إلا بتوبة نصوح. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. انتبه لنفسك وحاسب نفسك، فكتابك يجعله الله في عنقك، يلتصق بك، بشخصك، بذاتك، كلصوق العنق بالجسد، لا ينفك عنه. ويوم القيامة تجد هذا الكتاب مفتوحا منشورا، يقال لك: اقرأ كتابك الذي كتب عليك وعنك، اقرأ كتابك الذي عملته، أي من حسنات وسيئات، من خير وشر في الحياة الدنيا. اقرأ كتابك. ما أنا بقارئ؟ لا، أنت قارئ، والناس كلهم يقرؤون ويفهمون. يوم القيامة لن تجد أميا واحدا يوم القيامة تفهم اللغة وتكتب وتقرأ. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كفى بشخصك اليوم عليك رقيبا. انتبه لهذا الكتاب وما كتب فيه، انتبه لتطاير الكتب والسجلات التي تنسخ من اللوح المحفوظ في يوم القيامة. كل واحد ينسخ كتابه، ينسخ السجل من اللوح المحفوظ، ويعطى الكتب وتعطى السجلات للناس، لأهل الموقف. موقف رهيب، موقف صعب، موقف شديد. ينادى عليك فلان ابن فلان والكتاب يطير إليك. إن كنت من أهل الجنة والأهل اليمين تسلم كتابك بيمينك،
ولا اختيار لك ولا إرادة لك، الكتاب يطير فيلتصق بيمينك. وإن كان الإنسان من أهل الشمال من أهل النار، يطير الكتاب فيلتصق بشماله، ويحاول الإنسان أن يضع يده وراء ظهره فيأتي الكتاب ويلتف حوله ويلتصق بشماله من وراء ظهره. وقد ذكر الله هذه الأنواع في كتابه في قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. كالذي نجح في الامتحانات نجح ويقول لزملائه هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، يفرح. كذلك الإنسان في الآخرة يفرح، ينادي في الناس هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. وجزاؤه وثوابه: فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من يعطى له الكتاب بشماله صلى الله عليه وسلم، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لموت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. الهلاك، ما أغنى عني مالي، أين المال؟ ذهب، هلك عني سلطانيه. نتيجة: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، نسأل الله السلامة والعافية. النوع الثالث: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. أيها الإخوة، الإنسان العاقل الكيس الفطن هو الذي يحاول ويعمل جاهدا على أن يسجل وأن يسجل عنه في كتابه الحسنات والثواب والأجر والصدقات والقربات والنوافل والأعمال الصالحة وفعل الخيرات. لن يكتب عنك شيء لم تفعله، لم تعمل، لم تقم به، لم تؤديه، لم تكسبه. كل شيء فعلته وعملته سجل عنك، والله لا يظلم أحد، وما ربك بظلام للعبيد. فلنلوم أنفسنا في هذه الدنيا أيها الإخوة قبل الآخرة. نحن لسنا ملائكة، لا نعصي ولا نرتكب الذنوب، كلنا نرتكب المعاصي والذنوب، ولكن كلما ارتكبت ذنبا فعد إلى الله وتوب إلى الله وارجع إلى الله وقل: يا رب إني أذنبت ذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، الله كريم يغفر لك. ما دمت تعود إليه الله يعود إليك، عد إليه بالتوبة الله يعود إليك بالمغفرة. ولكن الذي لا يغفر الله له هو المصر المعاند الجاهل الذي يرتكب الذنوب ولا يبالي. فنسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يصلح حالنا وأحوالنا وأن يسر أمورنا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، فالله عز وجل أمرنا أن نعتبر وأن نتعظ وأن نعمل عملا صالحا وأن نتزود لآخرتنا وأن لا ننسى آخرتنا وأن لا ننسى الموت، كما أننا أمرنا أن نعمر الأرض وأن نعمل في هذه الأرض وأن نكسب، كذلك يجب أن نعمل لآخرتنا.
وأن لا ننسى آخرتنا، لأن نسيان الموت ضلال مبين، فطغيان النفس هي في نسيانها للآخرة. كلما تذكرت الآخرة فرجعت إلى الله، عدت إلى الله. كلما نسيت الآخرة نفسك تطغى ونفسك تميل إلى الشهوات وإلى الشبهات. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا. اللهم